بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هقول لكم على خدعة سرية بيعملوها الناس بتوع التيك توك والكواي والبرامج كلها اللي بتبقى زي كده. تلاقيه دي يقول لك اخواتي اعملوا اكسبلور اكسبلور، اعملوا حركة اكسبلور. اصلا ما فيش حاجة اسمها حركة اكسبلور، دي خدعة كده هما بيعملوها علشان يزودوا نفسهم يعني نقاط او بوينتات، اللي هو يعني زي مثلا شركة فودافون. هو بيقول لك الخط الواحد لو اتباع من غير الباقة بيبقى مثلا بنقطة، لو عليه باقة بيبقى ب3 نقط. فهي الفكرة في كده، ان انت مثلا بتعمل لايك فبيبقى ايه الفيديو بيبقى بنقطة. واصلا تلقائي هو لما بينزل الفيديو بيتعرض على 5، لو حد من الـ5 دول عمل مثلا لايك فهي بتتحسب نقطة، عمل مثلا كومنت مثلا يعني بتتحسب بنقطتين، عمل شير اللي هو يعني الشير ده مثلا ب5 نقط. تمام، فكل ما النقط دي بتزيد كل ما يعني بتبقى تلقائي كده ستاندرد عندهم ان الفيديو ده عليه مشاهدة، فبيعرض بدل مثلا ما هو بيعرضه على 5 بيعرضه لا على 10. هي دي الفكرة. بس مثلا علامة اللي هي السيف اللي بتلاقيها نازلة كده، العلامة دي مثلا ب7 نقط. فانت لما بتدوس سيف والفيديو بيتحفظ عندك خلاص هو كده خد 7 نقط. عملت مثلا شير وبعد كده عملت مثلا كوبي لينك هو خد الـ5 نقط اصلا تلقائي. فشوف مثلا نقطة كده واتنين تلاتة وخمسة كده تمانية، 8 و7 ادي كده كام 15. فهو كذا يعني هو كسبان كتير جدا. فهي دي، انما ما فيش بقى اللي هو بيقعد يقول لك عليه انزل يا اخواتي في الكومنتات تحت وفعل حركة الاكسبلور والجو اللي هو بيعمله ده، لا مفيش خالص. هو هي فكرة مش عايز اقول نصب، والله هو بيخدعك اللي هو ايه، بيحسسك ان انت مثلا لو عملت الحركة دي كده اسمها اكسبلور، لا هو افتكاسة من عنده. فدي الفكرة، دي نقطة كنت حابب ان انا اوضحها لكم عشان محدش يجي ويضحك عليك ويقول لك فعل اخواتي حركة الكومنتات والاكسبلور ودوس على الـ3 نقط ويقعد بقى ايه يعمل لك بصباعه كده تحت في عين مؤاخذة يعني ويقول لك يتفرج على السهم. بس هي إيه الفكرة في كده. فانت كل ما بتبقى يعني بتزيد نقاط كل ما اصلا الابليكيشن تلقائي مثلا بدل ما بيعرض الفيديو بتاعك لـ5 اشخاص لا لـ10، بعد كده 20 30 40 الف 10 تلاف، الفيديو بتاعك بيفضل يزيد مشاهدات. وكل طبعا لما انت بتعمل مثلا سيف او شير كل ما بيكون احسن من اللايكات كمان.